طبعا يكلموني الوسط الفني بس اكتر عادي، صديق ليا الزعيم. ما روحتش اشتكيت وايمن، له لا انا ما بشتكيش للزعيم. ليه؟ طب بشتكي له من مين؟ من احكي اللي لنا بيحصل لك. بدايه يا العلاقه يا كانت يا ازاي؟ زعيم، لما يا زعيم مثلا يا ريس انا مش، قول لي اعمل ايه مثلا مع كذا، انا وقعت في مشكله كذا، تقدر؟ لا بصي، الموضوع مش موضوع شكوى، هو انا علاقتي بالزعيم، الزعيم بيطمن ويعرف عني كل اخباري، يعني حتى ساعه الحادثه حتى الكلام ده كله الزعيم بيعرف عني كل حاجه وبيقول لي المفيد ايوه هو ده اللي انا قصدته، بس. بيقول لك لكن انا المفيد. مش هروح اشتكي، لكن انا مش هروح اشتكي اقول له مثلا ما عنديش شغل. لا طب ما انا في ساعات بيتعرض عليا حاجات بس انا برضو ما اقدرش اعملها يا مفيد. انا عارفه، بس ما هو انا انا في، بتكلم في ان انت بتاخد راي كبير زي ما ما هو بيقولوا، انا باخد راي بالنسبه لك الزعيم الزعيم هو الكبير وباخد راي بتاعك. ايمن، لان ايمن برضو من اقرب وايمن الناس ليا كبير اللي في برضه الوسط طبعا. وكبير وعشرة عمر وبيقول لي الحقيقة وعلى طول. طب انت ايه اللي حصل عشان تبقى من الناس القريبة جدا في دايرة الزعيم عادل امام؟ يعني البداية ايه جت السر؟ ازاي؟ ايه سرك يا مصطفى؟ والله هو مفيش سر ولا حاجة، هو الزعيم انا من اول ما روحت اشتغلت معاه في التجربة الدنماركية وحصل اللينك ده، حصل الحب ده، يعني هو حبني لان انا اصلا من وانا طفل صغير في النادي وهو بيلعب راكت كنت اروح اقعد على الكرسي قدامه. فانا حبي لعادل امام من طفولتي، ده زينا كلنا على فكره، هو مش انا كلنا بس، ده كلنا كلنا بنموت كده. فيه. فانا ان اشتغل معاه دي كانت بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، وانا بتعامل بعفويه وبصراحه وعلى طبيعتي، لا اعرف الف وادور ولا اعرف اكذب ولا اعرف الون، وهو بيفهم البني ادم وبيفهم الشخص كويس جدا يعني، فعارف ان انا حبي ليه حب صادق مش حب وراه مصلحه او مش عايزه، مش عايز عايز استفيد من وراه. مش عايزه يشغلك. بالظبط، طب انت هو بتحبه عارف انا كإنسان. بحبه، بحبه هو. طب اخر صورة انت نزلتها في عيد ميلاد الزعيم من فترة قريبة، ايوه ده وقلت حقيقي، يوم 17/5 20 سنة في حبك يا زعيم، في او في حضنك يا حضنك زعيم. يا زعيم. مظبوط. خلال العشرين سنة دي ايه اللي قوى العلاقة؟ انت حبيته، انت بتقول هو حبك من اول ما شافك، اكيد هو حس بالحب اللي جواك ليه، واكيد في حاجات تانية خلته يخليك قريب منه، لكن ايه اللي في خلال العشرين سنة عمل العلاقة القوية دي؟ يعني هقول لك حاجه، مثلا انا لما كنت في الاردن ال4 سنين اي وقت انا بنزل كنت بنزل اول حاجه بعملها بروح للزعيم، انا رايح علشان اشتغل او علشان ما كان في مسلسلات بتتعمل وكان في اعمال كتير دي، انا رايح عشان اشوف واقعد معاه، لو صدفت ان حد من الفنانين او الزملاء موجود مثلا في الجيم، معروف الجيم كان معروف قوي، انت فين مختفي، يقول لهم ده جاي علشان يسال عليا مش جاي علشان يشتغل، يعني هو نفسه عارف ان انا مش جاي او علاقتي بيه مش الهدف من ورا علاقة حب الشغل، يعني. هي مصطفى علاقة حب. أنا عارفة زعيم يعني شخص صريح قوي، جدا. وفي نفس الوقت بينقي الدايرة اللي حواليه دايرة منتقاه. صغيرة جدا وهو اللي منقيها، بالظبط. ايوه ففكرة إن أنت تبقى من الدايرة القريبة جدا من الزعيم، في علاقة أب ابنه، في بالظبط. علاقة صراحة، في حاجة يعني. ده الحمد لله مفيدة، يعني أنا بحمد ربنا على ده، لأن هو الأستاذ عادل برضه احتواني من أول ما دخلت الوسط الفني. يعني أنا في الوقت ده ما كنتش بعمل حاجة. ما كانش عندي شغل. ما كانش ليا اتجاه، يعني أنا ما كنتش عارف أنا اتجاهي فين. فهو اللي حطني على الاتجاه ده، وهو اللي نبهني وعلمني وفهمني، وكان دايماً يقول لي حب مهنتك عشان مهنتك تديك. ايه الفرق بين الزعيم وبين تامر حسني؟ مع لا ان هو انت طلعت مع فرق السن، الاثنين. لا مش فرق سن، انا السن. بتكلم في العلاقه، لا انا بتكلم في العلاقة، العلاقه بص ما بين علاقتك بالزعيم وعلاقتك مع تامر حسني. علاقتي انت طلعت بالزعيم برضه زي ما انت قلتي برضو هي اب لابنه واستاذ لتلميذه اوكي. وعلاقة صداقة. طيب وتامر حسني؟ تامر حسني علاقتي بيه برضو علاقة كويسة جدا، بس انا مفيش يعني يمكن انا لما عملت معاه الاعلان اللي كان في رمضان من 3 سنين تقريبا، نوستالجيا. عزمني عنده ورحت زورته في بيته وقعدنا مع بعض وعرف اخباري وكل حاجه، بس انا وتامر مش كل يوم مع بعض، لكن انا ممكن اروح للزعيم كل يوم، كل اسبوع، كل بس كام يوم. هنرجع تاني زيارتي للزعيم، بس للزعيم زياره يعني انت مستمره، اصبحت جزء من العيله، جزء من حياته. ما بتطلبش شيء غير ان انت زي ابنه جاي تشوف انت جاي اقعد اكلت معاه. شربت. بالظبط. طب طب وهو ايه كويس؟ الحمد لله زي الفل، الحمد لله زي يعني اليوم ده اللي انتي طلعتي الصوره بتاعتي يوم عيد ميلاده، قعدنا نلعب كومكان يمكن لغايه 5 الصبح. وفي ناس كتيره جدا بتبقى عندها الحرص الشديد ان هم يطمنوا
عليه لمجرد ان هما بيحبوه. ده ويمكن حقيقي. انت كونك قريب منهم وحضرت عيد ميلاده وناس كتير اتكلمت في التليفون وقالوا له كل سنه وانت طيب، انا كان نفسي جدا انا برضه انا كان اقول له كل سنه وانت طيب، بس طب يعني هو بخير يا هو مفيد، بخير، هو بخير طمنا وزي دايما ان هو الفل بخير. وصحته كويسه اه ومفيش اي حاجه من اللي الناس بس بتقولها. خلاص هو خلاص يعني قعد. انا يعني شوفي، معلش مش مقارنه طبعا، بس شوفي الناس بتتكلم عنه ازاي، وانت بتساليني بتقولي طب الناس بتتكلم عنك وحش ليه؟ ما هي الناس الوحشه وحشه، اللي هيتكلم وحش هيتكلم عن مصطفى، هيتكلم عن مفيد، هيتكلم عن اي اه حد. طبعا.